لينا الآن مهندس باسم كامل القيادي بحزب المصري والديمقراطي الاجتماعي. مهندس باسم، برحب بحضرتك معانا. مهندس باسم، ايوه، مساء الخير. مساء النور. الحمد لله، سمعنا حضرتك. برحب بحضرتك معانا يا باشمهندس، وفي نفس الوقت طبعا يعني نقول بسرعة كده تعليق حضرتك المبدئي على هذه التعديلات الوزارية الجديدة. طيب، هو مبدئيا الاول، كل سنه وحضرتك طيبه وكل اشقائنا المسيحيين والمصريين كلهم طيبين بمناسبه الاعياد. نشكرك جدا وحضرتك طيب. لو بنتكلم علشان نقيم التعديلات الوزاريه، لازم نتفق الاول احنا كنا ليه بنطالب بتعديلات وزاريه، يا سلام، وليه الرئيس هو عمل ده تعديلات السؤال، وزاريه. يعني يعني هو ده السؤال اللي انا نفسي فعلا يعني نوصل لاجابته باشمهندس. فاحنا كنا بنقول ان احنا معترضين على الحكومه الحاليه، اعتراض اجمالا على الحكومه، ان الراجل اللي ماسك الحكومه ده الدكتور هشام قنديل، احنا شايفينه راجل ما يملكش القدره على القياده، ولا عنده رؤيه، ولا عنده رؤيه سياسيه لاي حاجه. فاحنا كنا شايفين من حيث التغيير ان هشام قنديل نفسه كان لازم يتغير، لو احنا عايزين حد يمسك مصر ويبقى عنده رؤيه لتغيير مصر لخطوه لقدام. ده من بالضبط. حيث الشكل العام كله، انما نعم لو بنتكلم في التفصيل بقى، احنا كان عندنا ازمه نمره واحد، ان احنا بنقول ان احنا في مرحله انتقاليه، فلازم ان مصر، هو من حق الرئيس الاخواني انه يجيب وزراء اخوان، لان دي السياسه احنا متفقين على ده، بس الكلام ده لما نبقى عندنا ديمقراطيه مستقره، انما لما بنبقى في مرحله انتقاليه كان لازم يبقى في استعانه بالناس اللي بتفهم في جميع المجالات عشان يشيلوا الشيله الثقيله دي. فاحنا ده كان طلب اساسي، لازم يبقى في مشاركه في الحكومه ككل. الطلب الثاني ان في وزراء بعينهم احنا عندنا ازمه معاهم، وبنقول ان عشان تتعمل انتخابات حره نزيهه من غير ما يبقى بتشوبها اي شائبه، كان في عندنا اعتراضات على وزير العدل، وزير الداخليه، وزير التموين، وزير الحكم المحلي. بالتحديد مع احترامنا الكامل لاشخاصهم والاسمائهم، انما احنا بنتكلم ان دي مناصب حساسه ليها القدره على التاثير على الانتخابات، فما ينفعش تبقى المناصب دي اخوانيه في ظل انتخابات عايزينها تبقى نزيهه وعايزين تقنعونا ان احنا نشارك فيها. جه بقى الوزير العدل هو الوحيد اللي استقال، قال لهم انا مش عايز اقعد فيها، وده الوحيد اللي اتغير، وجابوا مكانه حد موالي ليهم من تيار الاستقلال، يعني اخواني اشد. طيب، بقيه الوزراء اللي احنا كنا معترضين عليهم فضلوا، بقيه الوزراء اللي اتغيروا لا في سبب يقول اللي مشي مشي ليه، ولا في سبب وجيه يقول اللي جم ليه، بالعكس ده في عناصر في منتهى السوء من اللي جت. ده اجمالا. طب بالتحديد بقى، ده احنا الوزراء اللي اتغيروا السبعه اللي جم ما فهمش من خارج تيار او التوجه بتاع الاخوان غير بجاته، والباقيين يا اما اخوان يا اما بيميلوا للاخوان او اعضاء في الحريه والعداله. طب انت بدل ما بتعدل الميزان وبتقول احنا في بنتجه للتوافق اكتر، تقوم رايح عامل لنا تغيير وزاري يزود اخوانه الحكومه، والوحيد اللي تجيبه من بره الحكومه اللي احنا كتيار مستقل او تيار ثوري مدني كنا معترضين عليه ايام الانتخابات، وبنقول لكم ان ده يعني زور الانتخابات لصالحكم وما وقفش وقفه حق علشان يجيب حق الناس اللي طعنت بالتزوير، وانتوا قعدتوا تشتموه ساعتها وتقولوا ان ده اللي بيزور ضدكم، وفضلتوا تشتموا فيه وتقولوا له تابع النظام السابق، ودلوقتي بتعينوه وزير في حكومتكم. ده يعني كلام اللي هو فعلا الاخوان الحقيقه وعكسها، كل حاجه وعكسها. الاخوان دول يعني يشتموا الليبراليين ويتعاملوا مع الاوروبيين، يشتموا العلمانيه ويتعاملوا مع امريكا، يشتموا الشيعه ويتعاملوا مع ايران، يشتموا الصهاينه ويتعاملوا مع اسرائيل، يعني كل حاجه وعكسها. ويهللوا لما اسرائيل، يهللوا استاذ باسم لما باشمهندس باسم لما اسرائيل تضرب سوريا، يعني كانوا بيهللوا وفرحانين، يعني حاجه فعلا عجيبه. يعني وفرحانين، بس على الاقل ما طلعش رد ايام زمان لما كان في عهد مبارك، لما كان بيحصل اي اعتداء صغير على غزه ولا على فلسطين، كانوا بيطلعوا يملوا الميادين بالاتفاق مع امن الدوله ومع نظام مبارك. يطلعوا يملوا الميادين بالالافات تظاهر ضد الغزو الاسرائيلي للبنان ولا لفلسطين. طب دلوقتي انتوا فين حضراتكم؟ ولا خلاص المبادئ اتغيرت؟ الازمه بقى الحقيقه مش فارق معايا قيادات الاخوان، لان انا عارف ان دول ناس ما عندهمش لا مبدا ولا اخلاق ولا دين، انا مقتنع بده. انما القواعد بتاعتهم اللي هم بينتخبوهم على اساس ان هم بتوع ربنا،
طب انتوا شايفين ده ازاي وبتبرروا لنفسكم ازاي وبتقبلوا الحاجه وناقضها ازاي؟ بتفهموها ازاي كده؟ ده السؤال الحقيقه اللي انا لغايه دلوقتي ما وصلتلوش الاجابه. طيب احنا كده يعني على الاقل برضو فهمنا من حضرتك انه كان مفترض ان احنا ليه بنغير. الاساس كان انه هشام قنديل، لكن هشام قنديل باقي، وزير الاعلام بقى كما هو، وزير الداخليه اللي اتغيروا دول كان في منهم الحقيقه كمان بيقال ان منهم كان له انجازات السابقين، يعني فليه اتغيروا ما حدش فاهم زي ما حضرتك اشرت. لكن في هنا برضو ابتدت تظهر حاجه كده غريبه، بناس بتقول انه باجاته خليه اخوانيه نائمه. هل حضرتك يعني عدى عليك هذا التعبير؟ وفي نفس الوقت يعني ممكن تفسره لنا ازاي؟ لا أنا آسف، أنا مش قادر أفسر الكلام، مش سامع كويس. بقول لحضرتك التعليقات اللي بتقول ان هو فعلا كده بجاته خلية إخوانية نائمة. إن هو خلايا إخوانية نائمة؟ لا لا، يعني أنا ما أظنش إن هو خلايا إخوانية نائمة، هو ناس بتلتقي مصالحهم، دول ناس بيدوروا على المصلحة بدون التفكير لا في مبادئ ولا في حق ولا في خير ولا في أي قيم. مصلحتهم بتلتقي معايا هيبقى انا حبيبه ويقعد يمجد فيا، مصلحته هتنتهي معايا هيقعد يشتم فيا وينزل من السبع ارض. هم طيب دول الاخوان، انما هو الرأي اول ما بقت التاني، مصلحته عندهم. الرأي التاني مهندس باسم بيقول برضو انه يا جماعة انتوا بتعلقوا ليه على ان اغلبية اللي اتاخدوا دلوقتي اخوان او لهم ولاء للاخوان؟ ما هو كتير جدا من القوى الثورية والمدنية رفضوا ان هم يشتركوا في هذا التغيير او يشتركوا في الوزارة تحت حكم الاخوان، فيبقى طبيعي ان كانوا لازم هيلجأوا لقيادات اخوانية او لناس ليهم انتماءات اخوانية. يعني ده كلام حقيقي فعلا، بس الحقيقه هي مصر والكوادر المحترمه اللي في مصر مش يا اخوان يا تيارات سياسيه تانية ضد الاخوان. في ناس كتير جدا جدا لا مع دول ولا مع دول، وناس كفاءات عاليه جدا كان ممكن يستعين بيهم. ده نمره واحد. نمره اتنين بقى، ان هو لما جاب الكوادر الاخوانيه اللي جابها او الكوادر اللي بتميل ليهم، الحقيقه جاب ناس نماذج سيئه جدا وناس ما عندهاش اي كفاءه ولا عندها خبره انها تتولى المناصب دي. اللي هو انا شايفه كده بيقول لنا اخبطوا راسكم في الحيط. يعني على سبيل المثال وزير الثقافه اللي جابه هو مجرد واحد دكتور، حتى لسه حد بعت لي تقرير ان هو ما خدش الدكتوراه في معهد السينما بتاع مونتاج، وحد ضد الثقافه وضد السينما وراجل يعني رجعي جدا. طب ده انت هتمسكه وزير ثقافه هيتعامل ازاي مع الفنانين ومع المثقفين؟ بلد اللي فيها القعيد والغيطاني ونجم والاسامي وعلاء الاسواني والاسامي الكبيره دي كلها في عالم الثقافه، تجيب لهم حد مجهول؟ اكبر تهمه ان انت لما تقول فلان الفلاني يقول لك مين ده، ما حدش عارفه، وتمسكه وزير ثقافه. يبقى انت يعني بتهين الثقافه وبتهين الناس المثقفين لما تقول لهم ده الوزير بتاعكم. قيسي على ده بقى كل المناصب اللي جت، كل المناصب اللي جت ايه خبراتهم غير ان هم يا اما بينتموا للاخوان او بينتموا للحريه والعداله؟ طيب السؤال وبرضه الرأي اللي انتشر بقوة انه يعني حضرتك يمكن اشرت كده فعلا، لانه دلوقتي كل الشخصيات الباقية فيما عدا بجاته لهم انتماءات اخوانية ومن الاخوان وحتى ما هماش كفاءات. لكن الناس بدأت توجه النظر انه المستشار بجاته كان هو رئيس هيئة المفوضي بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا، وانه بخلو منصبه اللي هتتوقف المحكمة الدستورية العليا عن اداء اي عن البت في اي قضايا مطروحة، وبالتالي موضوع الشورى هيتأجل او انه ممكن كده يتنسي. يعني انا سمعت الكلام ده الحقيقه، بس انا يعني مش قانوني قوي فمش هقدر افيدك في الجزئيه دي. مش متاكد ان كان ده كلام حقيقي ولا كلام مرسل. يعني لو واحد عيان في المحكمه الدستوريه مثلا، يعني واخد اجازه مرضيه وبيعمل عمليه، هيوقفوا المحكمه؟ مش معقول يعني. اظن الكلام ده، بس انا الحقيقه مش متاكد، يعني محتاج حد قانوني يعني دستوري يقول لنا. تمام، احنا كنا بنحاول يكون معانا دكتور رأفت فعلا عشان يعني نتعرف على هذا الامر، لكن يبدو ان في الاتصالات. لكن طبعا في المجمل باشمهندس باسم يعني تعليق حضرتك تعليق رائع جدا، وفي النهايه لو في حاجه برضو حضرتك تحب تضيفها في الوضع الحالي او تحب تعلق على الحركات والحملات اللي هي انتشرت دلوقتي اللي هي حمله هنحرركم او حمله تمرد، راي حضرتك فيهم ايه؟ حمله
حملة التمرد أنا شايف إن هي يعني شبه الحملة اللي إحنا كنا عاملينها زمان، وأنا كنت من الداعيين ليها وبينظموها قبل الثورة، اللي هي التوقيعات لو فاكرين، اللي هي السبع مطالب بتاعة الجمعية الوطنية للتغيير، اللي كانت في آخر أيام الثورة كنا وصلنا لمليون توقيع في ظل اليأس والخوف والإحباط اللي كانت الناس فيه. النهاردة الناس ما بقاش عندها لا اليأس ولا الخوف، والناس بقت إيجابية أكثر. فأعتقد فكرة إن إحنا نجمع توقيعات 15 مليون مصري مسألة مش صعبة. الحملة يوم الجمعة في بورسعيد جابت 40,000 توقيع في بورسعيد المدينة الصغيرة بس، ما عنديش حصر في بقية المحافظات، إنما إحنا دي حملة رائعة وشغالة وإيجابية وبتخلي الناس تعمل حاجة. فأعتقد إن دي مسألة رمزية، هو جاب 13 مليون صوت وشوية، لما نجيب له 15 مليون صوت هنقول له لا متشكرين بقى، الناس اللي رفضاك أكتر من اللي مأيداك، وساعتها كل واحد مضى هيحس إن هو لا ده أنا قلت وسجلت رأيي إن أنا رافض الراجل ده، فساعتها لما نقول مظاهرة أو اعتصام أو عصيان أو 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 كل الناس دي هتبقى بتشارك معنا. يعني ده بالنسبة للدستور والقانون مهندس باسم، معترف بيه يعني لما فعلا ينجحوا في جمع هذه التوقعات المفترض إنه الحكومة تستجيب لهذا الأمر وقانونا ودستورا يعني صحيح؟ للأسف أنا مش سامع حضرتك، مش عارف أفسر الكلام. طيب بقول لحضرتك يعني إن ده دستوريا وقانونيا صحيح يعني، ولا إن حضرتك بتقول ده كان الجبهة الوطنية للتغيير قبل الثورة، قبل ثورة 2011، لكن في ظل الدستور الجديد وفي ظل الأوضاع الحالية هل ممكن يعترفوا بهذه التوقعات ولا لا؟ التوقعات دي مسألة لا هي قانونية ولا هي دستورية، لأن احنا ما بنوثقش التوقعات في الشهر العقاري، إنما هي مسألة رمزية سياسية. بنقول للراجل اللي قاعد في الحكم وكل شوية يقول لك أنا معايا الشرعية، أنا معايا السنة دي، أنا معايا 13 مليون، بنقول له لا أنت نسيت إن أنت لما دخلت الانتخابات جبت 5 مليون، ولما دخلت الإعادة المعارضين بتوعك اللي ما ادونكش في أول مرة هم اللي كسبوك وادوك 8 مليون صوت تاني. أنت لما جيت تحكم قلت أنا بتاع ال 5 مليون اللي ادوني في الأول وال 8 مليون دول كلهم ما لهمش لازمة عندي ويخبطوا راسهم في الحيط، وفضلت تعاملنا على هذا الأساس. إحنا بقى بنقول لك إن ال 8 مليون اللي صوتوا لك وعثروا على نفسهم ليمون هيصوتوا دلوقتي ضدك، وكل الناس دي بقت ضدك، قول بقى الشرعيه بتاعتك جبتها منين، ودي مساله رمزيه، انما لا هي قانونيه ولا هي دستوريه، ومحدش هيرفع قضيه في المحكمه يقول احنا جبنا 15 مليون توقيع، انما هو قدام بقى بقيه الراي العام، بقيه الناس اللي هتبقى ما مضتش هتبقى مقتنعه ان الرئيس ده فعلا فقد الشرعيه. تمام. أنا بشكرك جدا جدا باشمهندس باسم يوسف القيادي بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على هذه التوضيحات، وفي نفس الوقت يمكن برضو طرحنا حملة تمرد بجانب الآراء بالنسبة للتعديلات الوزارية، والكل مجمع طبعا أنها تعديلات هزيلة وأنه ما هياش اللي هي كنا متوقعينها عشان تحقق المطلب أن احنا ليه كنا عايزين نغير التغييرات الوزارية.